أيضا عايزة أكلم حضراتكم عن فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العالمين إيرشو 2023، وده اللي نظم فوق مدينة العالمين الجديدة، والعرض كان بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية، وأيضا فريق الألعاب الجوية من الجانب الإماراتي الفرسان. وكان الحقيقة عرض في منتهى البهجة والسعادة، ورسائل عديدة وصلت للعالم كله من سماء مدينة العالمين الجديدة، والناس كلها كانت بتتابع، وعمل حالة من السعادة كانت كبيرة جدا على ساحل مدينة العالمين الجديدة للعالم كله. بنستقبل زوارنا وبنستقبلهم بكل الحب والسلام والسعادة والفرحة، وكانت أجواء أسطورية واستثنائية في مدينة العالمين. بالتأكيد حضراتكم تابعتوا وهنتابع معاكم بالتفصيل من خلال هذا التقرير، ونروح بعده الفاصل ونرجع نكمل كلامنا. من أرض مصر وفي سماء مدينة العالمين الجديدة، درة البحر المتوسط، فريق النجوم الفضية المصري مع فريق الفرسان الإماراتي بمشاركة القوات البحرية وقوات المظلات، حيث تمتزج القوة والإثارة بالمتعة والسعادة. العرض الجوي العالمين إير شو. انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العالمين إير شو 2023 الذي ينفذ فوق مدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية الإماراتي الفرسان، وذلك بحضور وزراء الطيران المدني والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار والشباب والرياضة، والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. بدأت الفعاليات بمرور الطائرات من طراز جازل تحمل أعلام مصر والإمارات وشعار العرض الجوي، أعقبها دخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية. كما استعرض فريق الألعاب الجوية الإماراتي الفرسان بطائراتهم من طراز إيرماكي عرضهم الجوي بعدد من العروض والتشكيلات التي أبرزت مدى الاحترافية التي يتمتع بها الفريق الإماراتي. وتخللت الفعاليات عدداً من العروض الفنية للموسيقات العسكرية، ونفذت طائرات الهليكوبتر من طراز أغوستا عرضاً بمرافقة عدد من قوارب ولانشات القوات البحرية التي عكست مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من مهارات عالية. تلا ذلك تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة الأعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية، وقام فريق القفز الحر بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات، كما تم تنفيذ إسقاط مظلي بأعلام الدولتين وشعار العرض. وفي ختام الفعاليات نفذ فريق الألعاب الجوية المصرية النجوم الفضية سيلفر ستارز عروضهم بواسطة طائرات K8E فوق مدينة العالمين الجديدة السياحية، والتي تفاعل معها الجمهور لما قدموه من عرض راق وكفاءة منقطعة النظير. We'll be right back.
ونالت العروض إبهار الحاضرين، مما يعكس الصورة اللائقة لمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بمختلف المناطق السياحية والأثرية التي تثرى بها جمهورية مصر العربية. حضر الفعاليات السفيرة الإماراتية بالقاهرة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين.